تعلم ان يوم 13 اغسطس هو اليوم العالمي للناس اللي بتستخدم ايديها الشمال؟ طب هل تعلم ان 10% من سكان العالم بيستخدموا الايد الشمال مش اليمين؟ طول عمرنا نسمع ان سبب الموضوع ده له علاقة بالمخ، وان في اجزاء جوه مسؤولة عن كونك ايمن او ايسر، لكن في دراسة اتعملت سنة 2018 اثبتت كلام غير ده تماما. ما تيجوا نشوف. الدراسة بتقول ان على مدار التاريخ كان مستخدمي اليد اليسرى غالبا بيتعاملوا بشكل مش كويس، وصنفوا على انهم اشرار او حتى سحرة، على الرغم من انهم زي ما قلنا بيشكلوا نسبة 10% من سكان العالم، يعني اللي اقصد اقوله انها نسبة مش قليلة. كمان كلمة سينستر او شرير في اللغة الانجليزية جاية من كلمة اليسار او اليد اليسرى، علشان كده كان مستخدمي اليد اليسرى في بعض المجتمعات زمان بيمثلوا الشر نفسه. ومش بس كده، كمان الدراسة بتقول ان في بعض النظريات اللي بترجع استخدام اليد اليسرى لحالة توتر ممكن تكون الام تعرضت لها اثناء فترة الحمل، لكن ده كله كلام فاضي وملوش اي اساس من الصحة. الابحاث بداية من الثمانينات اكتشفت ان استخدامنا للايد اليمين او الشمال بيكون متحدد من قبل ولادتنا، وبالاشعة فوق الصوتية ظهر ان ده بيتحدد بداية من الاسبوع الثامن. ومش بس كده، ده الاغرب ان بداية من الاسبوع ال13 بيبدأ الطفل جوه الرحم في عادة مص الاصبع سواء كان اليمين او الشمال، وكان المعتقد ان السبب له علاقة بفصائل الدماغ الايمن والايسر. لكن الدراسة اللي بدأنا بيها الحلقة واللي اتنشرت في جريدة اي لايف اكدت ان الموضوع سببه الوحيد هو الحبل الشوكي الموجود داخل العمود الفقري. 3 من الدكاترة من جامعة روهر بمدينة بوخم بألمانيا عملوا الابحاث دي مع مجموعة من الزملاء من هولندا وجنوب افريقيا، واللي لقوا ان النشاط الجيني في النخاع الشوكي كان غير متماثل في الرحم، وممكن جدا يكون السبب في ان الشخص يطلع ايمن او ايسر. بتبدأ حركات الدراع والايد واي عضو في جسمنا من الدماغ، وتحديدا من منطقة بتسمى القشرة الحركية. القشرة الحركية بيتبعت من خلالها اشارة للحبل الشوكي اللي بتترجم بعد كده للحركات المختلفة اللي بنعملها. الباحثون لقوا ان اثناء نمو الجنين في الرحم ولحد حوالي 15 اسبوع القشرة الحركية والحبل الشوكي بيكونوا لسه مش متصلين ببعض، يعني القشرة الحركية بتكون لسه مش قادرة انها تدي اوامر، لكن بالرغم من كده وزي ما قلنا من شوية بيكون اتحدد الطفل هل هيكون ايمن ولا ايسر. طيب سؤال اخير، ليه عدد اللي بيستخدموا ايديهم الشمال اقل بكتير من عدد اللي بيستخدموا ايديهم اليمين؟ في سنة 2012 عمل الباحثون في جامعة نورث وسترن نموذج رياضي اظهر ان النسبة المئوية للاشخاص اللي بيستخدموا ايديهم الشمال قليلة نتيجة التطور البشري. بعبارة ابسط، انه بالرغم من ان اساس استخدام الايد الشمال او اليمين ممكن يكون وراثي، الا انه ممكن يكون في عامل اجتماعي بيفسر سبب انخفاض النسبة دي. باختصار، المعتقدات والعادات الاجتماعية ورفض كتير من المجتمعات للناس اللي بتستخدم ايديهم الشمال ساهمت كتير جدا في انخفاض النسبة على مر الزمن.